رقمي تي في. يسرني أن يكون موجود إلى جانب مجموعة وادي أعمال المستهلكين بهالإطلاق الرسمي على صعيد المنطقة للهواتف الذكية Mate 8 وM2. أقامت شركة واوي مؤتمراً صحفياً في دبي تواجد فيه فريق رقمي للإعلان عن هاتف ميت 8، وذلك بعد أيام من الإعلان في معرض CES بمدينة لاس فيغاس. هواوي ذكرت أنها أصبحت العام الماضي 2015 أكبر ثالث شركة هواتف ذكية في العالم بعد أبل وسامسونج، بالإضافة لدخولها نادي أكبر 100 شركة في العالم. وقدمت واوي هاتف ميت 8 في مؤتمرها بدبي بشاشة كبيرة مقاسها 6 إنش ودقة فول اتش دي، وتحتل مساحة 83% من المساحة الكلية للهاتف، لتقدم أواوي مثالا مميزا في استغلال مساحة الهاتف. كما أنه أول هاتف يعمل بالمعالج الجديد كرين 950، وجاء بنسختين من الرام 3 و 4 جيجا بايت وفقا للمساحة التخزينية، مع بعض المميزات الأخرى مثل مستشعر البصمة مع تقنية حماية معززة. واختاره فريق رقمي ضمن أفضل هواتف العام الماضي. ويضم الهاتف وحدة معالجة للصور يصل أداؤها إلى 125%، ويستهلك طاقة أقل تصل إلى 70% مقارنة بالأجهزة التي تستخدم معالج كرين 925، كما أكد رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت أواوي أنها استثمرت على مدار 3 سنوات مبلغ 98 مليون دولار أمريكي لتطوير أول معالج مستشعر للصور خاص بها، يوفر درجة تركيز أكبر ووضوح أعلى عند التقاط الصور وتدرجا لونيا أكثر دقة. واجتمع فريق أبحاث مكون من 300 باحث في فرنسا لزيادة سرعة معالج الكاميرا، حيث تكللت أبحاثهم بزيادة النطاق الترددي 4 أضعاف وبمعدل 14 بت. 3 جيبي رام and 32 جيبي internal memory. It'll be 1899 for the 4 جيبي رام version and 64 جيبي internal memory. It will be 4299. كما استعرضت هواوي تابلت ميديا باد M2 بشاشة 10.1 إنش وبنظام أندرويد لوليبوب، لكن الميزة الأجمل بالتابلت كانت ميزة صوت، حيث يحتوي على 4 سماعات صوت من تطوير شركة هارمن كاردون. 1599 to 1799. ونترككم الآن مع فتح صندوق الميت 8 مع خليفة الهارون.